شو أبشع شيء بالحبس؟ البعد عن المحبين، البعد عن الأهل، البعد عن الدنيا كلها وعن الحرية. الحمد لله في كنيسة حدنا هون. شو علمك الحبس؟ الانضباط، المحبة. محبة. تعلمت المحبة بالحبس؟ هلا أنا بحب. تعلمت المحبة لجميع البشر، الصغير الكبير. ولو كانوا مختلفين عنك. ما بهم. ما بهم. الاختلاف منه مهم. لأن كلنا أولاد واحد. تتغير المفاهيم بالحبس؟ إيه. تغير. تنضج. تنضج أكثر لأن على بلد صغير. كيف البلد برا، كيف لبنان برا، بس هي هون على مصغر. شو بتقول اليوم لكل شخص يمكن عم بتابعنا؟ شو الرسالة اللي بتحب توصلها من خلال تجربتك اليوم بالحبس؟ ما بقدر أقول غير شغلة واحدة، آمنوا وطبعوا كلام الرب. آمين. هيدي أهم شيء لأن هو بدلكم على الطريق الخلاص. وهو سندنا.